اليوم جولتنا قادتنا إلى وادي أشترك، وكنا برفقة ضيوف قدموا إلى أرمينيا من سلطنة عمان، والضيف هو الإعلامي ومذيع قناة سلطنة عمان السيد قيس البوسعيدي. قدموا إلى أرمينيا منذ أسبوع أو أكثر ورافقناهم في جولاتنا، ونريد نشوف رأيه حول أرمينيا وحول السياحة في أرمينيا، وهل يشجع معارفه وأصدقاء من زيارة أرمينيا ولا لا؟ في الحقيقة كنا نفكر من فترة أن نزور بلد فيها طبيعة جميلة ورائعة، فقررنا أن نأتي هنا إلى أرمينيا. في الحقيقة حاولنا قدر الإمكان أن يكون هناك تنسيق مسبق مع شركة سياحية، وفعلا توفقنا والحمد لله مع شركة أرارات السياحية. هذه الشركة التي كان معنا خلال رحلتنا أبو ماسيس، في الحقيقة البلد في غاية الروعة والجمال، فهي متنوعة من ناحية المناظر، من ناحية التضاريس، فتجد هناك السهول، تجد هناك الأنهار، تجد هناك الجبال، تجد حتى الثلوج في قمم إحدى الجبال المشهورة عندهم. فالسياحة والأماكن السياحية تستحق الزيارة فعلا، يعني بلد سياحي من الدرجة الأولى. وإذا تحدثنا عن الشعب هنا، فشعب في الحقيقة يتسم بأخلاق رفيعة جدا وهادي ومتعاون، وتتوفر هنا في أرمينيا كل الوسائل لراحة السائح. في الحقيقة يعني حسب ما لمسناه خلال فترة مكوثنا هنا لمدة 10 أيام، وفي الحقيقة أتمنى التوفيق والتقدم والازدهار لهذا البلد العظيم، وإن شاء الله نتمنى أيضا زيارة مرة. شكرا جزيلا. احنا دائما توردنا أسئلة، هل أرمينيا تستحق لزيارة العوائل العربية ولا ما تستحق؟ أنا بالحقيقة برأيك أنت جاي مع عائلتك. نعم، أنا معي عائلتي. أتعرضت إلى أي مضايقة؟ إلى أي إحراج؟ إلى أي ما أعتقد. أنا جيت مع عائلتي والحمد لله رب العالمين. خلال فترة يعني جلوسنا هنا وخلال فترة الزيارة لأرمينيا، الحمد لله كانت زيارة موفقة، والبلد في غاية الأمن والأمان، الحمد لله، والكل هنا يأخذ حريته وكل شيء متوفر هنا، كل شيء متوفر. طبعا شكرا جزيلا، وتعذرون من التقصير إذا بالعكس أي تقصير حصل من عندنا. بالعكس، ونشكر السيد قيس البوسعيدي على الفكرة اللي كونها عن جمهورية أرمينيا وعن الشعب الأرمني. وأيضا نتقدم لك بالشكر أبو ماسيس، الحقيقة كنت معنا وصديق ووفرت لنا كل وسائل الراحة. أشكرك، أشكرك. ألتقيكم في لقاءات أخرى. كان معكم أبو ماسيس من أرارات للسياحة.